شمس قمر ونجوم وكواكب ماشيين زي صفوف ومواكب وأرضنا ماشية وليها نظامها وإحنا بأفعالنا بنظلمها. واتأكدت منين يا نور إن العصابة اللي خطفت حسن بتتاجر في الأعضاء؟ يا جماعة ملهاش تفسير تاني، كل المعلومات اللي جمعناها بتقول كده. مش هنختلف، إحنا في كل الأحوال عايزين حسن يرجع ومش عارفين نوصله. عندنا خيط ضعيف جدا، وهو عربية الإسعاف اللي أخدوها من مكتب تأجير السيارات. معانا نمرة العربية، متهيألي سهل نوصلها لو تابعنا كاميرات الشوارع. لا، القاهرة كبيرة وجايز عربية الإسعاف تكون في جراج أو في مكان ما فيهوش كاميرات. لحظة واحدة، هي العصابة مش طلبت أجهزة طبية؟ أيوه، يعني هيحتاجوا مستشفى أو مكان مجهز ينفع يعملوا فيه شغلهم. برافو عليك يا زهرة. أنا مش فاهمة حاجة. إحنا بدل ما ندور على عربية الإسعاف في شوارع القاهرة كلها هندور بس في كاميرات الأماكن المجهزة تجهيز طبي. جاري حصر المستشفيات والأماكن اللي فيها تجهيزات طبية على مستوى القاهرة الكبرى. عندنا أكتر من 1000 مكان، متهيألي سهل أراجع كاميراتهم. أنا محتاج دقيقة واحدة. لقيتها. التجمع الخامس، بينا على الطيارة بسرعة. حضرتك والد نادية وحسن مش كده؟ محسوبك فرغلي، تاجر فحم ولا مؤاخذة. نادية حكيت لي على الموضوع بالتفصيل. يعني يرضيك يعني يا أستاذة البت تخرج عن طوعي؟ أيوة يرضيني، طول ما أنت بتظلمها. فين الظلم بس؟ ده أنا عاوزها تتستر في بيت جوزها. نادية مش في سن يسمح لها باختيار شريك حياتها ولا بالجواز. لا، البلد فيها قانون. للقانون ده يقدر يمنعك تشوف بنتك. إيه؟ أيوة، الأب اللي يجوز بنته صغيرة ما يبقاش أب أمين على أولاده، وفي حالة زي دي الدولة هتتكفل بتربية البنت. تاخدوا بنتي مني؟ إلا إذا تعاونت معنا. قوليلي إزاي يا بوس إيدك؟ مفيش جواز للبنت في السن ده. حاضر. تعملها كويس، أنت أب، يعني تكون حنين على بنتك أكتر من كده. حاضر. هنعتبرها آخر فرصة، أنا هكون مسؤولة عن متابعة حالة نادية، ولو عرفت إنك رجعت لأفكارك القديمة هناخدها منك. وأنا موافق على كل الشروط، بس طمنيني حضرتك عمالة تقولي نادية نادية وما جبت سيرة حسن خالص، هو حسن فين؟ ده المبنى اللي حسن محجوز فيه، عملت تحريات وعرفت انه كان مستشفى قديم وفيه رجل اعمال اجره من فترة قريبة. مبنى كبير والبحث فيه هياخد وقت، عشان كده عملت بحث حراري وتوصلت المكان غرفة العمليات. الأوضة موجودة في قلب المبنى، بيتهيألي هنلاقي حراسة جديدة هناك.
واحنا مستعدين. اتأكدوا من سماعات الودان، كلنا سامعين بعض. انا ورامي هنطير وندخل من فوق المبنى، وانا وفرحة هندخل من المدخل الرئيسي. اتأكدوا ان الدرع شغال كويس، احنا بنتعامل مع تنظيم اجرامي. كله تمام، الطاقة عند اعلى مستوى، لو حد ضرب مدفع ناحيتنا مش هيأثر فينا. يلا بينا. على فين؟ فين قط العمليات؟ انتوا دخلتوا هنا ازاي اصلا؟ شكله مش هيتكلم. على فين يا شاطره انت وايه؟ جاوبنا بصراحه، فين حسن؟ حسن؟ حسن مين؟ هتلاقوه في الدور التاني على اليمين. اقف عندك، الاسلحه دي مضره، ما تلعبوش بيها تاني. محدش يتحرك من مكانه. البيت بيتكم، اتفضلوا. الحمد لله حسن كويس. اطلب الشرطة يا زهرة بسرعة. متهيألي كده مهمتنا نجحت. حقكم عليا يا أولاد، أنا خلاص خلاص عرفت قيمتكم. مع السلامة يا أبطال، ربنا معاكم. اقرا الخبر، ابشع خبر، لما بشر تتاجر ببشر، يقلب أبلسة بوشوش ملايكة، سلامهم خدعة، ضحكتهم كسبة، وحوش في صورة بشر، وضميرهم مستتر. يا أهلينا حافظوا علينا، امسكوا بإيدينا، عدوا بينا الطريق وكونوا لينا صديق. يا أهلينا حافظوا علينا، امسكوا بإيدينا، عدوا بينا الطريق وكونوا أرواحنا أمانة، أجسامنا أمانة، محناش بضاعة، لوحوش في غابة، وحوش في صورة بشر، وضميرهم مستتر.